ده اللي نقدر نقوله. النقطة كمان اللي لازم نتكلم فيها وهو التكسير في بعض اللاعبين، وهتكلم على وليد سليمان تحديدا. وليد سليمان الناس ماسكة في اللاعب ان هو متعمد ايذاء عبد الشافي، وان هو راح اعتذر لعبد الشافي، وكلام بصراحة يعني ايه ملوش اي لازمة، وكلام ناس عايزة يفضل فيه فتنة ما بين الجمهور. معنى دلوقتي ان كرة مشتركة عبد الشافي من اللاعبين اللي بصراحة انا بحبهم جدا، انا بحبه قوي، لعيب في الزمالك وفي كذا لعيب في الزمالك انا بحبهم عادي، انا بحبهم، بس عبد الشافي ده اخلاق عالية قوي، حاجة جميلة، حاجة جميلة. وليد راح له يزوره، كرة مشتركة، الاثنين اتخبطوا، الاثنين اصابات بتاع، فراح يشوفه يعني يطمن عليه. هل هو رايح يقول له انا اسف ما تزعلش مني؟ لا، ده هو رايح يطمن عليه، لان وليد اصلا ما غلطش، لان هي كرة مشتركة، وهي دي كرة القدم. انت لما هتقول غير كده يبقى انت ما بتفهمش كرة، والله انت كده ما بتفهمش كرة. كرة في الهواء، اثنين اشتركوا مع بعض، دي هي دي الكورة. طيب ما هو وليد نفسه، وهو وليد في الحقيقة لو ينفع تعرضوا لي الكلام اللي هو كتبه على الصفحة بتاعته، وليد نفسه طلع قال لك، شرح لك القصة كلها، قال لك المعاني الإنسانية والحملات اللا أخلاقية، وعنده حق زي ما انتم شايفين كده على الشاشة. قال لك ايه؟ هناك من فقد وافتقد المعاني الإنسانية والجانب الأخلاقي، ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفى على انه نوع من الاعتذار مني، بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجه ضدي منذ فتره الى ان هذا الاعتذار غير مقبول. هو الراجل بيقول لك انا اصلا ما رحتش اعتذرت، انا رايح بطمن على زميلي في الملاعب اللي بنتمنى له يا رب الشفاء العاجل يا رب. الحقيقه ده كلام وليد بقى، اني ما رحتش لزميلي لتقديم واجب الاعتذار، فانا لم اخطئ، وده بشهادته هو شخصيا اللي هو عبد الشافي. ويعني الكلام مستمر، واتكلم انا بفكركم اني كنت شخصيا ضحيه الاصابات كتير، ابرزها ايه في مباراه القمه، موضوع شوقي السعيد والتدخل اللي حصل فيه قمه نهائي كاس مصر، وبعديها طلع اللاعب شوقي السعيد مع ابراهيم، واخد بالك؟ قال لك ايه؟ قال لك انا قاصد، وقال لك في اصابه كمان في 2016 بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراه القمه في كاس السوبر بالامارات 2016، كان تدخل عنيف من محمد كوفي. هل حد طلع ساعتها يا جماعه؟ اهي اللقطات، يا سلام اهي اللقطه، بص بقى التدخل ده، ايه ده؟ ايه يا راجل ده؟ ليه ما ساعتها ليه ما رحناش اشتكينا للفيفا؟ ساعتها ليه وليد سليمان ما طلعش قال لك اصل دول قاصدين ياذوني؟ ها؟ انتوا في، بصوا يا جماعه، انتوا في كل الاحوال بتحاولوا تستغلوا النادي الاهلي بيتعامل بمبادئ وباحترام، ومبادئ الاحترام دي مش معناها الضعف اطلاقا، بالعكس، انت سهل قوي، سهل قوي تكون قليل ادب، لكن صعب تكون محترم ومؤدب. اه والله كره زي دي كسر مضاعف، كسر مضاعف لوليد سليمان. محدش طلع اتكلم ليه ساعتها؟ تمام؟ ده انا في، بص ده في حته كمان هقولها لكم مهمه قوي، عايز اتكلم فيها برضه. تعالى لي يا بيبو بعد اذنك.